اليوم رح نحكي عن فيروس كورونا، ولكن هالمرة بشكل جديد وبمتحور جديد. رجعنا نسمع بإصابات ضمن الناس وشفنا كتير حالات عند الناس، ولكن اليوم أكيد في فرق كتير كبير بين هذا الفيروس وبين الفيروس اللي مرقنا فيه من قبل كذا سنة. يعني اليوم هذا المتحور له أعراض خاصة فيه، له أسبابه وأكيد له طرق علاجه. هل هو خطير يا ترى؟ هل هو بحاجة أيضا لعزل الناس مثل ما كنا متعودين خلال السنوات الماضية؟ وشو هو الفرق بينه وبين الرشح العادي والزكام؟ كيف نحن قادرين اليوم نميز إذا كنا نحن عن جد فايتين بمرحلة متحور جديد أو هي إنفلونزا عادية ورح تمرق؟ أكيد معلومات كتير مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور مازن قصيباتي، أخصائي بالأمراض الصدرية. سعد صباحك حكيم، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك حكيم، ودائما هيك أهلا وسهلا، نورت صباحنا. رجعنا هيك من أول وجديد نسمع بكورونا بعد ما قلنا أنه نحن قطعنا منها، ولكن مثل ما خبرتني حضرتك أنه هو متحور جديد. بداية خلينا هيك نعرف الناس بهذا المتحور الجديد. هلا بتعرفي حضرتك إذا بنرجع للإحصائيات، في 750 مليون إصابة بالعالم من 2019 إلى الآن، وصافي تطوير لعزل الفيروس، نعرف هذا الفيروس شو هو. هلا بنقدر نعرف شو هو. في شيء اسمه التنميط، اللي هو الطفرات اللي ممكن تصير على الفيروس. فبلش نسمع بألفا وبيتا وجاما، كلها هي طفرات حبابه خفيفه ما لها نفس مشاكل. العيله بس نفس العيله. طلع بعدين طفره كثير مهمه اسمه اوميكرون. الاوميكرون له ميزتين اساسيتين، اول شيء انتشاره كثير كبير، ورقم اثنين بيصيب الناس اللي انصابت، يعني الاشخاص اللي انصابت بالكورونا يفترض يصير عندها مناعة. هذا لا، هذا بيقدر انه يعني يتجاوز الاجسام المناعية اللي بتتشكل، لكن كان الحالات اللي تصير خفيفة لمتوسطة، يعني اوميكرون ما عمل حالات شديدة جدا. بال 2023 السنة الماضية طلع طفرة جديدة اسمها جن واحد، ما بتختلف كثير عن اوميكرون، نفس الصفات، طفرة خفيفة جدا تشبه الأوميكرون بنفس الصفات الأوميكرون، سريع الانتشار، بيصيب الناس اللي انصابت سابقا وما بيعمل إصابات خطيرة شديدة تحتاج إلى الاستشفاء. وبالتالي الأعراض اللي عم بتصير عند المريض، عم نحكي عن أعراض المتحور. المتحور شو ما كان نوعه، الأعراض الخفيفة هي أعراض نسميها تنفسية علوية، شوية سيلان أنف، وجع بالبلعوم، ممكن يصير بعد فترة تعب، حرارة بسيطة، سعال بسيط. وبالتالي الطبيب بيشوف هيك أعراض بيواجه ثلاث مشاكل أساسية. يا ترى هي كورونا ولا اختلاطات ما كورونا؟ بتصير حكيم اختلاطات بين الأعراض. لا، الطبيب عنده تحدي قدام هيك أعراض، لأنه مثل ما حضرتك تفضلتي إنه الأعراض ممكن تكون رشح عادي، ممكن تكون شيء ثاني. لذلك التشخيص التفريقي دائما بذهن الطبيب، يا ترى هي كورونا ولا التهاب جيوب ولا التهاب أصابات ولا التهاب رئة، ولا هذا مريض عنده هجمة حادة من التهاب أصابات مزمن، ولا عنده نوبة ربو، ولا عنده قصور قلب شديد. وبالتالي التحدي يواجه الطبيب، الطبيب يقدر فعلا يميز بيناتهم. كيف اليوم بيثبت الطبيب انه نحن هو قدام حالة متحور وليس انفلونزا عادية؟ هو اول شيء الاعتماد على الوبائيات، انه في هلا هالوقت في هذا الفيروس منتشر، وبالتشخيص التفريقي في اعراض بتميز بين الامراض المختلفة. التحدي الثاني بيواجه الطبيب انه يا ترى هذا المريض وتتعرض للجريب او كورونا، يا ترى هذا المريض كيف حيتفاعل معه؟ لذلك احنا بنصنف المرضى مرضى مسمين عاليين الخطورة ومرضى متوسطين الخطورة. عاليين الخطورة المرضى الكبار بالسن، عمرهم فوق 65 سنة، عندهم مشاكل مختلفة، عندهم قصور قلب، قصور تنفس، قصور كبد، قصور كلية، بياخذوا علاج كيماوي، عندهم أورام خبيثة، بياخذوا مثبطات مناعة. هدول الناس، هالمجموعات من الأشخاص وقت بيتعرضوا لفيروس كورونا أو غير كورونا، هدول التعامل معهم بده يكون حذر، لأنه ممكن تصير معهم مثل ما تفضلتي حضرتك اختلاطات. والشغلة الثالثة بتواجه الطبيب، ترى هذا مريض نعطيه حبة باراسيتامول ونقول له باي باي على البيت، ولا هذا المريض لازم يدخل على المستشفى. وبالتالي المرضى لازم يكون عندهم وعي امتى لازم حتى عند الطبيب ما يروح، رأسا على المشفى يروح. وتصير عنده ضيقة نفس شديدة، ضيقة النفس الشديدة يعني المريض ما هو قاعد عنده لهتة
عنده تسرع بالتنفس، بلش اكسجينه ينزل. هلا المرضى صار عندهم كلهم هذا جهاز جهاز الاكسجه. وقت بتنزل مش بدي اشرب مي. ايه تفضل. تحت التسعين. صح دكتور. نحن دائما نعرف انه بيتم مراقبه المريض باخذ الاكسجه يعني. تمام. ممكن هي الشيء اللي صح بال 90 98 97. لا تحت ال 90 صار وضع خطير جدا. هو الاكسجين الطبيعي لل 94. نعم. فوق ال 94 يعتبر طبيعي، تحت ال 94 ببلش يصير في خطر على المريض. هون بتخوف الدكتور. إيه انا بقول انه امتى المريض لازم يروح عند الطبيب؟ راسا على الاسعاف، راسا على المستشفى. قلنا ضيق نفس كثير قوي. هو صار عنده ضيق نفس شديده. تمام. وكيف نعرف انه ضيق نفس؟ ببلش يتسرع تنفسه او نزلت اكسجته، او اذا صار عنده تخليط ذهني بنسميه احنا كونفيوجن، او تعب ارهاق او الم صدري او نزل ضغطه. هي كلها اعراض بنخاف انه تكون الاصابه بلشت تصيب القلب، وبالتالي المريض لازم مباشره يتوجه بضيق النفس الشديده ونقص الاكسجين او اعراض عصبيه راسا او اعراض حتى وعائيه نزل ضغطه على المستشفى. وطبيب الاسعاف قادر على انه يعني يقيم من المريض انه هذا فعلا كورونا يحتاج الى انه يدخل المستشفى ويتعالج او لا، بياخذ دواء وبيطلع على بيته. طيب دكتور، من خلال عملك ومجالك وهي الوضع اللي نحن فيه هلا ونحن عم نقول في اصابات، خلينا بس نطمن الناس، هل في انتشار كثير واسع لهذا المتحور؟ هل اليوم في احصائيات؟ هل في اليوم نسب خطره خلينا نقول؟ والله لقلك شغله، احنا بنشوف احيانا بنشوف الميديا بتبالغ اكثر من اللازم. صح. قد تكون المبالغه الهدف منها انه هدول المرضى او الناس بشكل عام تتخذ بعض الاجراءات الوقائيه. نعم. واحيانا المبالغه بتكون على منطقيه. هالسنه مثل اي سنه، او خلينا نحكي على 2023 مثل اي سنه من السنوات، ما كان في عندنا هالاصابات الخطيره جدا اللي تحتاج لمستشفى. يعني نسبه الناس اللي دخلت للمستشفى مثل ما قلت لحضرتك، الناس اللي هن بالاساس تعبانين، يعني مريض عنده قصور كلي وعم بيغسل كلاوي وصار عنده كورونا او معه مشكله قلبيه، هذا طبيعي انه يتعب يدخل المستشفى. فانا بقول انه في مبالغه كثير كبيره بالحالات اللي احتاجت استشفاء عالميا وحتى بسوريا. انا بقول انه الميديا لها دور ايجابي لحتى توعي الناس، لانه في اجراءات وقائيه لازم يعملها المريض حتى ما لو انصاب بالكورونا بيقدر يكون خفيفه شديد يعني خفيفه، وحتى ما ينصاب في اجراءات وقائيه انا بشوف انه ضروري تكون موجوده عند الناس كلها، تفهمها الناس وتلتزم فيها. يمكن شوي يعني صار عندنا ثقافه من السنوات الماضيه بعدم انتقال العدوى، كونه عم نحكي اليوم عن الامر الوقائي اليوم كثير مهم. نحن ايضا نعرف الناس اليوم كيف قدرنا نحن هذا الفيروس ما ينتقل لنا، هل هو معدي؟ يعني نحن بنعرف كورونا بالسنوات الماضيه كان على النفس، كان على اللمس، يعني كنا نعقم كل شيء حوالينا. اليوم شو بيفرق هذا المتحور عن السنوات الماضيه؟ نفس الكلام حضرتك عم تتفضلي فيه، ما بيفرق نهائيا عن اي متحور قديم. العدوى من شخص لشخص مثل ما قلتي حضرتك، وخاصه الاماكن المغلقه. نعم. يعني الاشخاص اللي بيتواجدوا بمكان مغلق وفي بيناتهم واحد مثلا عنده مشكله او عنده كورونا، هذا حينقل العدوى عن طريق الهواء. لذلك انا بقول انه مثلا المساجد، الكنائس، الاسواق، التجمعات اللي فيها ناس مكتظه، لازم الشخص الطبيعي يلتزم بوسائل الوقايه الفرديه حتى يخفف احتماليه العدوى. لكن طيب. بس للعدوى نفس الطريق، هو الطريق التنفسي مثل ما حضرتك تفضلتي، الاشياء اللي صار فيها عليها مفرزات المريض مثل اللمس، هي ممكن تعمل عدوى. طيب حكيم، كنا نعرف نحن انه في مده احتضان للفيروس بجسم الانسان لحتى يقدر يعدي، اليوم عم نحاول نحن نفرق بين المتحور الجديد وكورونا الاساسيه، اليوم اذا بدنا نحكي عن ايام الاحتضان ومده الاستشفاء. فتره الحضانه ما اختلفت نفسها، يعني انت عم تحكي من 5 أيام ل7 أيام فتره الحضانه لحتى تظهر الاعراض بشكل صحيح. ومثل ما قلنا انه المستشفى للناس اللي صار عندهم شيء بنسميه عسرة تنفسية، يعني عدم القدرة على التنفس، معناتها الأكسجين نزل. إذا الأكسجين نزل ما في صيدلي، ما في حب اسمه حب أكسجين، هذا مريض لازم يدخل مستشفى ينعطى أكسجين، ينعطى سوائل إذا كان ضغطه نازل. في علاجات موجودة بسوريا للناس، علاج ضد كورونا، وإحنا
طبقناه بشكل واسع بسوريا للناس اللي هن بيحتاجوا الى مستشفى. الناس اللي ما بيحتاجوا مستشفى العلاجات علاجات بسيطه جدا. خلينا هيك نفسر اكثر بموضوع العلاجات، يعني اليوم حضرتك كطبيب حالي، كيف اليوم علاجيا تمشي بالخطه؟ المستشفى لها وضع خاص، العلاج بالمستشفى فيه لها ادويه خاصه، في ادويه وريديه بتنعطى، هي الادويه بتقتل الفيروس اذا كان فعلا المريض بحاجه لمستشفى. العلاجات اذا كانت الحالات خفيفه ومتوسطه هي علاجات عرضيه، حرارته عاليه بنعطيه خافض حراره، عنده الام بجسمه بنعطيه، اللجوء للمضادات الحيويه كثير قليل، وهي فعلا تحدي للطبيب انه يا ترى هذا المريض بده دواء التهاب ولا، احنا عم نتعامل مع فيروس، ما عم نتعامل مع جرثوم، ما عم نتعامل مع بكتيريا. في اخطاء كثير شائعه عند الناس انه راسا بياخذ مضادات حيويه وهي الاصابه فيروسيه. الاشكاليه وقت بياخذ مضاد حيوي، بس هذا كان شائع حكيم بالمرحله الاولى، يعني ازيترومايسين يعني انقطع لانه الناس راحت باتجاهه بشكل كثير كبير بالوقت، لانه ما في ثقافه، ما في وعي عند الناس انه هي اصابه فيروسيه لا تحتاج الى مضاد حيوي، بالعكس. واللجوء للكورتيزون واللجوء يعني في كان مبالغه للناس من خوفهم من هذا الموضوع انه ياخذوا علاجات لوحدهم، او احيانا بعض اخواننا الصيادله او حتى بعض الاطباء كان في مبالغه بعلاج الحالات التي لا تحتاج الى مستشفى. انا بقول بكل بساطه الحالات اللي بتحتاج التي لا تحتاج الى مستشفى وهي الحالات الاوسع، يعني فيني اقول لك 80% من حالات كورونا ما بدها مستشفى. هيك عم نطمن لحكيم اليوم انه نحن بمرحله ما كثير خطيره. لا. يمكن كانت فوبيا الخوف بالمرحله الاولى هي العامل النفسي السيء جدا بموضوع الكورونا، يعني كانت الناس تفكر انه هي رايحه على الموت بشكل مباشر. اليوم في عزل؟ هل اليوم في بعض الحالات بحاجه لعزل خاص؟ لا. موضوع العزل صار بالحد الادنى، لكن انا بقول انه الشخص اللي عنده إصابة فيروسية كورونا أو غير كورونا مو غلط أبداً يقعد بالبيت 3-4 أيام لحتى يرتاح ويأخذ إجازة، وما بعتقد أي طبيب بالعالم تابع لمؤسسة حكومية أو خاصة أو أي مكان بيمنع أو أنه يعطي إجازة مرضية لهذا المريض. هلأ العزل اللي كنا إحنا نستخدمه من السنوات الماضية تقريباً شبه التغى صحيح، لأنه الفيروس موجود منتشر بشكل كتير كبير والناس عندها مناعة، يعني اللقاح عمل مناعة، العدوى من شخص إلى شخص عملت مناعة، يعني أحيانا ممكن أنا انصاب انعدى بس ما تظهر عندي أعراض، جسمي مناعتي بتبلش تعمل وقاية، فما عاد في خوف من الفيروس أبدا أبدا أبدا. لكن الناس اللي انصابت يازل حاله بالبيت، يعني مو مشكلة. احنا بالرشح العادي بنقول ما كثير يكون في يعني الناس تقرب من بعضها، هي بالإنفلونزا العادية بتلاقي شخص عم بيسعل وتعبان، بتلاقي بيروح على السوق، بيروح على الكنيسة، بيروح على الجامع، يا أخي ما عليش يصلي ببيتك، ما في مشكلة. يمكن كمامة، يمكن هيك شغلات وقائية المعقمات، يعني عادي، يعني اليوم كمان احنا قدام فيروس. الدكتور اليوم وقت بنقول حالات خطيرة، اليوم عم نحكي يمكن عن أشخاص هنن بالأصل عندهم مشاكل بالضبط. صحية بالضبط. يعني عندنا مرض الضغط مثل ما ذكرت حضرتك، الأمراض القلبية، الأورام الخبيثة، اللي عندهم زلات تنفسية إن كان بالرئة أو بالكلى، وشفنا يعني معظم الحالات اللي وصلت لموضوع الوفاة صار عندها مشكلة بالرئة يعني وامتدت. يعني خلينا نذكر هدول الحالات، يعني هدول انه كثير مفروض يكونوا حذرين هاي الفترة. الناس اللي احنا سميناهم عاليين الخطورة، يعني المرضى اللي عنده قصور قلب، قصور كلية، قصور تنفسي، المرضى اللي بياخذوا كورتيزون لأمراض مزمنة، مثلا سيدة عندها التهاب مفاصل رسياني روماتيزم، والطبيب كاتب لها علاج للكورتيزون لفترة طويلة، الكورتيزون لفترات طويلة ممكن يثبط المناعة، وبالتالي هدول المرضى أصلاً اللي بيدافع عن الجسم ضد فيروس كورونا وغير فيروس كورونا هو المناعة، هو الجهاز المناعي. فإذا أنا بالأساس عم باخد أدوية تأثر على المناعة، تخفض المناعة، وبالتالي فأنا ما عاد عندي مناعة، فأي فيروس بيجيني ممكن يتفاقم ويعمل عندي اختلاطات. صحيح. الناس اللي خاضعين للعلاج الكيماوي هدول ناس كثير بيخوفوا. شو اكثر شيء خطوره العلاج الكيماوي يعني مناعيا بينزل عم بينزل يعني بكل بساطه بدون ما ندخل تفاصيل معقده بينزل الكريات البيض. اذا نزلت الكريات البيض معناتها الاصابه تحولت من فيروسيه لجرثوميه، وبالتالي ممكن المريض يكون حالته خطره يحتاج الى مستشفى، تمتد بالجسم. بالضبط. لذلك انا بقول الناس المريض اللي عنده سكر بياخذ انسولين هذا مناعته كمان بتكون منخفضه، اللي بياخذ مثبطات مناعه بالاساس
اللي بياخد علاج كيماوي، هدول كل المجموعات المرضى هدول مرضى وقت بيصير عندهم إصابة فيروسية، يعني بتبلش القصة بقريب. هذا كتير لازم يكون عنده وعي انه انتبه قد تتطور القصة، بتراجع طبيبك بسرعة وبتلتزم بالتعليمات، لأنه ممكن بكل بساطة تكون إصابة خفيفة وتصير إصابة شديدة تحتاج إلى استشفاء. طيب دكتور، اليوم مع أنه هيك خصينا الأعمار الكبيرة وخصينا الأشخاص اللي عندهم أمراض خطيرة، اليوم كمان الأطفال إلهم حصة، هل اليوم الأطفال معرضين للإصابة مثلهم مثل الكبار أو لا؟ يعني ممكن يكون غير الطفل هالكائن الجميل، يمكن مناعته قوة بتكون رغم أنه في غرابة أنه الأطفال، الدراسات على الأطفال اللي ممكن يكونوا حاملين للفيروس وغير مصابين. لذلك لاحظوا بالحضانات بتلاقي الآنسات اللي هن بيرعوا الأطفال، نعم، هن بيصابوا، والطفل بتلاقي عم بيلعب بكامل نشاطه، ناقل للعدوى، ناقل للعدوى بس يعني بشكل كتير. والفيروسات الكورونا أو غير كورونا بتلاقيها موجودة بأنفه وبلعومه وبيلعب يعني بكامل نشاطه وحيويته الطفل، الله يحميهم. أيوة، لكن بيادي مين؟ بيادي الأشخاص الكبار. بيادي الأشخاص الكبار، هي نقطة. النقطة الثانية، الأطفال غير ما إصابات كورونا فيها خفيفة، إلا نفس الكلام اللي عم نحكيه على الكبار نحكيه على الأطفال. الأطفال اللي عندهم مشاكل صحية مزمنة، مثلاً طفل عم بياخد أنسولين معه سكر، طفل عنده لمفوما هو مرض خبيث عم بياخد علاج كيماوي، نعم، طفل عنده مشاكل قلبية خلقية، عنده فتحة بين الأذين اليمنى واليسرى أو البطين الأيمن أو البطين الأيسر، هدول كلهم الأطفال، أو عنده مشكلة عصبية، عنده شلل، عنده حسد عضلي، هدول الأطفال عاليين الخطورة. وقت بينصابوا بالفيروس كمان منخاف عليهم، لأنه ممكن بكل بساطة يحتاجوا إلى مستشفى. طيب دكتور، طالما نحن اليوم عم نحكي عن فيروس متعلق جدا بمناعة أجسامنا، فيمكن وقائيا الأفضل نروح لرفع هي المناعة. هلأ اليوم خلينا نحكي بداية عن اللقاحات. الناس كانت كتير متخوفة بالسنوات السابقة أنه اللي عم ياخذ لقاح، يعني اليوم كلنا هذا حديث الشارع كان انه عم يروح، والسوشيال ميديا كمان انه ممكن تسبب للوفاه. الناس اللي اخذت اللقاح بتقول لك انا كثير تعبت وكاني دخلت بمرحله قريب اخرى. اليوم خلينا نحكي، هل هذا المتحور الجديد له لقاحات؟ وليش الناس اليوم ممكن تحذر من اخذه؟ هلا احنا بنرجع دائما المرجعيه الاساسيه تبعنا منظمه الصحه العالميه والمراكز الصحية مثل CDC المهمة بالعالم اللي بتتابع هيك مشاكل. اللقاح أنا برأيي ضروري، وضروري جدا جدا جدا، ويتاخد كل سنة لقاح الكورونا بالإضافة للقاح الإنفلونزا، كتير مهم لقاح الإنفلونزا. كل اللقاحين بياخد لقاحين الشخص ببداية الخريف، يعني إحنا عنا بسوريا الخريف بأيلول تقريبا. كل شيء بنحكى على اللقاحات صح وغلط. كيف يعني صح وغلط؟ يعني ما في شيء بالدنيا ما بيعمل تأثيرات جانبية. صحيح. يعني أنا إذا باكل أكثر من طاقتي بس عندي وجع ببطني، ممكن يصير عندي إسهال، وهو أكل طعم، يعني ما له دواء. اليوم نحن عم نحكي عن يعني لقاح عالمي طبعا، بس الناس تخوفت شوي حكي من القصة، لأنه 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 في ميديا في 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 ميديا عم تعطي، يعني عم تركز على الجانب السلبي. يعني انا معناتها اذا مريض عنده مرض خبيث لازم ما اعطي علاج كيماوي، لانه علاج كيماوي بيعمل اختلاطات بتركه يموت. يعني ما في شيء سليم 100%. انا ضربت لحضرتك موضوع الاكل، اذا واحد بياكل كثير بصير سمين، بصير مريض تماما، هو الاكل. ففي مبالغه بالتاثيرات الجانبيه للقاح، لا شك له تاثيرات لكنها مقبوله، ما هي تاثيرات خطيره. فانا بركز وبشده على موضوع اللقاح، مع انه في ناس ضد هذا الموضوع، لانه هالحكي ما عم يجيبه من عندي، هي تعليمات منظمه الصحه العالميه. الشغله الثانيه، وسائل الوقايه الفرديه كثير مهمه، الكمامه كثير مهمه تنحط على الوش بالاماكن المغلقه. يعني انا بشوف احيانا منظر مضحك، تلاقي واحد ماشي بالطريق حاطط كمامه، يعني هذا منظر يعني غير مقبول وما حيستفيد شيء. يعني هو ليش حكي غير مقبول؟ لانه ما حي عن طريق الهواء مكان مفتوح ما بتصير في عدوى، والشمس بتقتل. بس انهم هيك قالوا، يعني خلوا الكمام، يعني كمان هي وصلت الكمامات بالمكان المغلق. هلا انا هون قاعد بالاستديو، ما ححط كمامتي هي، ما ححطها هون، تمام؟ ليش؟ لانه احنا بمكان مفتوح، عفوا يعني انا خذ راحتك، لكن بمكان مغلق تماما لازم احط كمامتي. انا قاعد عم بنتظر
فيزا لحتى سافر بغرفة صغيرة، بدفع فاتورة بدفع فاتورة طالع بالمواصلات بالضبط. الشغلة الثانية المهمة جدا 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 هاندز واشينج، غسيل الإيد 20 ثانية. يعني هي شغلة كتير بسيطة، يمكن سوريا يمكن أكثر دولة بالعالم بتصنع صابون فيها صابون، ويمكن من باب النكتة حكيم إنه بوقت كورونا قالوا إنه اليوم السوريين عم يجابهوا الكورونا بالصابون. لا بالصابون، لأنه هي حقيقة يعني كانت إحنا عندنا صناعة الصابون صناعة قديمة ومنتشرة، والصابون موجود بكل أشكاله. فأنا بقول إنه نغسل إيدينا قبل ما ناكل، معلش مو غلط، وبعد ما ناكل يعني ما ناكل شغلة أبدا أبدا دون ما نغسل إيدينا. فإذا هي شغلة كتير مهمة، الكمامة اللي حكيت عليها، غسيل الايدين، تجنب الاماكن المغلقه، ما اذا كنت انا المعقمات او 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 الـ او الـ او الهاند يعني غسيل طيب. الايدين شو ما كان، الصابون احسن شيء وارخص شيء. اذا انا مريض اقعد ببيتي شغله كثير مهمه، اخذ اللقاح. في شغله كثير كثير مهمه، مجرد ما ظهر عندي اعراض ما استهتر بالموضوع انه تتطور الاعراض، وهذا جزء من الوقايه. انت عندك بلشت اعراض وبتعرف حالك مريض عايل خطورة، عندك سكري، عندك ضغط، عندك مشكلة بالقلب، لا 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 نروح فورا. ايه يعني بسرعة انتبه انه هي الاعراض ممكن تتطور. دكتور لانه نحن متعودين تركوه ياخذ وقته، يعني هي جملة شائعة من الصغار انه رشح قريب بده وقته، خلاص خذي شوية فيتامينات شوية مواد طبيعية. فيمكن هي الجملة رسخت بذاكرتنا، كبرنا عليها انه بده فترة حتى يطلع من الجسم. فنحن اليوم يعني نصيحة كثير مهمة انه خاصة الناس اللي عندهم امراض عالية الخطورة. ولكن حكيم اليوم اذا بدنا نروح للامور الطبيعية برفع المناعة، نحن اليوم مناعتنا بدل ما ناخذها من هذا اللقاح ومن العوامل الوقائية، خلينا نرفع اليوم بالمواد الطبيعية. شو اهم اليوم الاغذية اللي ممكن ترفع المناعة بجسم الانسان؟ يعني لأقول لك شغلة، في مبالغة كتير كبيرة بقضية الأغذية وقضية الفيتامينات والمتممات الغذائية. أنا بقول فيها مبالغة. هلا أنا ما عندي مانع آخذ متمم غذائي، لكن لا ما أتوقع إنه هذا المتمم حيرفع لي مناعة. المناعة بكل بساطة اللقاح 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 هي رقم واحد. رقم اثنين، يعني اليوم الدكتور مصر على موضوع اللقاح. إيه طبعًا. إيه وهذا الكلام أنا ما عم جيبه من عندي، يعني هذا موجود بالمرجعيات الطبية. الناس اللي بتعرف تتابع هذا الموضوع بشكل دقيق بفوتوا على منظمة الصحة العالمية، على CDC، على المنظمات العالمية. اللقاح بغض النظر بيعمل تأثيرات ولا ما بيعمل تأثيرات. لكس دكتور كتير إيجابية اليوم النقطة اللي عم تحكي فيها، لأنه نحن الكتير مهم نحن نعمم هاي الإيجابية، نمحي المخاوف اللي صارت عند الناس من موضوع اللقاح. دكتور بأقل من 30 ثانية بعنوان للفقرة لليوم، شو بتحب تقول للناس؟ بحب أقول للناس سوريا بخير، احنا شغل. بخير برغم من ظروفنا الصعبة، أطباءنا بخير، مرضانا بخير. كورونا هالسنة مثل أي سنة، ما بتختلف عنا. في مبالغة أنه يا لطيف شيء خطير، وأنا بتصور أنه بلش هلا كتير الحالات تخف، لأنه احنا فايتين على الربيع بنهاية الشتاء. نعم. فنطمئن إن شاء الله. نعم. نتغذى بشكل جيد إن شاء الله حكيم، ونحط كمامة وقت منفوت على شكرا حكيم. شكرا دكتور مازن لحضورك لليوم، بالصحة والسلامة للجميع. يعطيك ألف عافية، تحية كل الكوادر الطبية اللي عم شغلوا دائما. نحن بنقول ظروف استثنائية بهي الظروف العام يعني بالبلد. شكرا حكيم، شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا.